بيقولوا إن في ريح بتهب في أول ليلة من ليالي رمضان اسمها المثيرة، وبتيجي من تحت عرش الرحمن. يا ترى الكلام ده صحيح؟ وإيه هي الأمور اللي بتحصل في أول ليلة من ليالي شهر رمضان المبارك؟ تابعونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معروف طبعا في أول ليلة من ليالي شهر رمضان بتحصل مجموعة من الأحداث المهمة جدا عايزين نعرفها، مش عشان نعرفها وبس، لكن عشان نعيشها، علشان نتعايش معاها، عشان نقدر نستفيد بيها طوال شهر رمضان المبارك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن. تسلسل الشياطين. يعني إيه تسلسل الشياطين؟ تقيد، تربط، ربنا يمنعها عن البشر تماما، فما تلاقيش الشيطان بيوسوس لك بالحاجات السيئة، ما تلاقيش الشيطان بيقول لك اعمل حاجة حرام أبدا. أمال أنا طول الشهر بعمل سيئات؟ والله ده الشيطان الأكبر اللي هو أخطر من شياطين الجن، شيطان نفسك، شيطان النفس الأمارة بالسوء اللي بتدعو الإنسان إن يفعل المعصية وحضرتك راكب وراها وماشي ومسلم نفسك ليها. فأول حاجة بتحصل في شهر رمضان إن ربنا بيبعد عنك شياطين الجن، مرضة الجن والشياطين ربنا بيبعدهم. فاضل بقى إن حضرتك تبعد عنك شيطانك الأكبر نفسك، وتبعد عنك شوية شياطين الإنس اللي حواليك. أما الأمر الثاني اللي بيحصل في شهر رمضان: تغلق أبواب النار فلا يفتح منها باب. من رحمة ربنا علينا إن بيقفل في وجوهنا أبواب النار في شهر رمضان، ومش معناه بيقفل أبواب النار بس، وبيقفل أسبابها كمان. بس لو حضرتك عزمت كده وتوكلت على الله ونويت، هتلاقي المعصية صعبة جدا في شهر رمضان. رقم ثلاثة اللي ربنا بيدهلنا هدية في شهر رمضان: وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب. ربنا يفتح لنا أبواب الجنة، وفي حديث تاني: فتحت أبواب الرحمة. الرحمة في الدنيا بيننا وبين بعضنا، الرحمة في الدنيا ان احنا نطيع الله سبحانه وتعالى، الرحمة في الدنيا ان قلوبنا تبقى مليانة بالخير والأمان والصدق والطمأنينة، بعيد عن الغل والحقد والحسد والكراهية إلى غير ذلك. أما رقم أربعة من اللي بيحصل لنا في شهر رمضان المبارك: وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. ينادي ملك من السماء علشان يقول لحضرتك لو بتبغي الخير في رمضان، لو عايز تكسب الجنة في رمضان، أقبل فيقبل الله عليك، وإن أردت سوءا وشرا ابتعد وأقصر وتوقف بقى، علشان ما تكونش النتيجة نار والعياذ بالله. ده كده بعض الأمور اللي بتحصل، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة من أول ليالي رمضان إلى آخر ليلة في شهر رمضان. لكن وركز معايا فيما بعد، لكن كده وصل على الحبيب صلى الله عليه وسلم وركز في كوباية الشاي. وردت مجموعة من الأحاديث تقول إن في حاجات تانية بتحصل في أول ليلة في شهر رمضان، هقول لك العناوين بس علشان في الآخر أقول لحضرتك الأحاديث دي للأسف طلعت ضعيفة، ممكن نعمل بيها في فضائل الأعمال وفي بعضها موضوع. مثلا من الأحاديث الضعيفة إن الله سبحانه وتعالى ينظر إلى عباده المؤمنين في أول ليلة من ليالي رمضان، ومن ينظر الله عز وجل إليه لا يعذبه أبدا. ورد هذا في حديث ضعيف، أنا بحب أنبه ده عشان نبقى عارفين إيه اللي بيحصل صحيح وإيه اللي فيه ضعف. وردت حاجة تانية أيضا في حديث ضعيف أن الله سبحانه وتعالى يقول للجنة: تزيني تزيني واستعدي لعبادي فإنهم أوشكوا أن يستريحوا من تعب الدنيا، من عناء الدنيا، فتزيني وتجهزي لهم. ورد أيضا في حديث ضعيف أن الله عز وجل يكتب لكل من سجد في ليلة من ليالي رمضان سجدة، يكتب له بكل سجدة 1500 حسنة. طبعا كل الأحاديث المتفانة ضعيفة، ممكن يعمل بها في فضائل الأعمال، لكن نبقى عارفين إن ده حديث ضعيف. وورد أمور أخرى غير ذلك، منها إن في ريح اسمها المثيرة بتهب من تحت العرش في أول ليلة من ليالي شهر رمضان، لكن الحديث موضوع وتقدروا ترجعوا له، فحبيت إن أنوه لكم إيه هي الأمور الصحيحة اللي بتحصل في أول ليلة من ليالي رمضان تفضلا من الله على الأمة،
وايه هي الامور اللي فيها ضعف او فيها وضع علشان نبقى عارفين الصح وعارفين الغلط ونبدأ شهر رمضان المبارك من اول ليلة بقوة وعزيمة واجتهاد رافعين شعار مع بعض الجنة في رمضان والسلام.